ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أقوادا شداد. وأهل الصلاة وأهل الجهاد أهل الصيام أهل صدقة بقى مركزين. نعم واجرا وأرجو الله وحان كبر يا هيا أن تكون منهم إن أتكمت هذا أبو بكر رضي الله عنه. متفق عليه. الحديث السادس حديث كاللحاد عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهما في الغار آيدي أين أخرين ثانية اثنين إذ هما في الغار يقول صاحبي لا تحزن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفضل من أفضاش أبو بكر. حديث كتضبط عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم محير أرحم أمتي بأمتي أبا بكر أمة دينة وحاولن حريص بذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وين صلاة هبر سلو أتكلم وين كش وين سوى قاعد دونا نحريس بدنو رقيق بدنو أوهم بدنو جمد يارو لوبانو ها أيوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وآها عاطفة ذيسة عرب كمركو كلاقاضو وحاك غالب كن قدرت اللي انت أي غالب كن قدرت أرحم أمتي بأمتي أبا بكر أمتي إذا وحا وقلنا حريس بدن أمتي إذا كم إذا أبا بكر الصديق أحمد باوري والترمذي البالنا وصحيحنا هيا. حديث كالسديدات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدح ذا صمال إسراع بورت أحد لجراء أي كوري ورسول الله يا أبو بكر يا عمر يا عثمان أفر صدح صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرجف بهم فرجف بهم بورت كل قريرتي فقال فضربه شوف النبي شوف النبي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله لقطي وكلفت النبي بورتي أثبت أحد النبي بور بحية صلى الله عليه وسلم قال يركبه بريا صلى الله عليه وسلم أثبت أحد سقنو بورت أحدي دك سقنو فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عاد بعد ما سأب ترك كسارة نبي باكو صار كو صديق باكو صار أبا بكر شهيدان عمر يا عثمان إنه كشاكين لما تهدي له هيدمو أي أكو صارنا أثبت أحد جبل نحبه ويحبونه أنا أقول هاي مك نحن بارد لوكان هيا حتى نحن تمر كان إله هيا لو تعرض أي هجاتو نحن تحت كم حرب مس جيت كم حرب مايا حولها كم حرب مايا عذوقا كوشك عذوقا كن عد أي حتى الله يسخر لك كل شيء أن تسخر نفسك لله تبارك وتعالى أذن له هاي سكوبين كون كلهم ذي له هاي قعدت هذا سوقي سبحانه وتعالى ها لكن مشكلة إن جوا ما حي 25 بقولك ما شاء الله بعثنا له هاي بقولك ما شاء الله بعثنا سلامته بقولك ما شاء الله تبغى عروته بقولك ما شاء الله تبغى يروح جناسية بقولك ما شاء الله تبغى يروح جامعة ده مكان سهل إن هذا بيله أنت يعود يجا نجقبه ها محمد بقول شو إنه قايم صنوا إلهي وحنو أقول إنه هم ديدين لكن هي بينو ديبني أنت النبي ما أنت الله بعثنا ها أنت كان إسلامي عروتي يدونك يحب رشدي يقوعيها إن كوج الجماعي كوج عمام الله سكوا كايو ها ها أنت أصلا سكوا ما كان النبي كالك على قراءة ذو هذا بواكاس سبحان ربك أما أثبت سجنوا الحذو نبي باكو سارا صديق باكو سارا لبشهيدنا باكو ساريهم حديث كسر سديدات حديثك سجالات هذا ده جزء حديثك كن كو ختم إنك تقدمنا وينو ده ما يصير تقدم عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهذا صحيح سجل كهرو وايدين شغل بخاري بسوري إنه صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الحجر ده جزء كنت جالسا وحن فردي عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نصيف يعني رجع النبي محمد أكفر صلى الله عليه وسلم كنت جالسا عند النبي النبي محمد أكتيز في النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر فسلم أبو بكر بن نويمت وأنا سلامي وقال وحير أبو بكر سلام كذب إني كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء رسول الله أنا يا عمر وحبانك لجاري إلى بشر بالي هو والله سكوح الحكم صومه
waxba isku diidi soo bax bashar baa leeyahay iyagoo saxaabadii ah ayay haddana bashar yihiin wal'ismatu lirasuulillaahi faqad sallallahu calayhi ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihiin oo firqa kale kaga duwannahay cismo ambiyada ilaahay unbaa leh xataa saxaabatu rasuulillaahi laysu bimacsuumiin saxaabadii nebi maxamed xataa macsuumiin he ma ah yaa macsuum ah الأنبياء فقط يا معصوم هذا عقيدة من عند أهل السنة والجماعة أنا يا عمر بيوري رسول الله وحبانا كان الأحمري فأسرعت إليه ما كان أركي عمر إذا عراضي ودك دك يبيوري أنا ثم ندمت وان عراضي وان كشلي إن عمر وحنا كان الأحمري حقي سان أتغي عذر دار بان ديب تي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضه فسألته إسنا وحن ويديستي أبو بكر بالا عمر بان ويدي أن يغفر لي وحي قد نعي هذا وحي قد تبنى سيد عمر سكي عفي فأبى علي وإدي ذي بيون عمر عمر وينكشى كينا دي لها يدبو سيدنا عمر حل قد نكحيقا دي لها يدبو سبع ضمنها ما إن شاء الله درسي درسي كحيقا وعمر رضي الله عنه نفس الجمعة حسد الحسدين محو يري فأبى علي وأدي ذيبي عمر وكو قلت ما يقرر علي أهو فأقبلت إليك أذعك من بين محمد صلى الله عليه وسلم فقال محو يري رسول الله بأورنا هيا نقيسو يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر صدح جير dambigaaga Allah ha dhaafo Abu Bakr dambigaaga Allah ha dhaafo Abu Bakr thumma inna Umar nadima Umar warkii maqal miyuu maqlaydin Umar warkii maqal thumma nadima Umar Umar ba ka shalleeyay fa ata manzil Abi Bakr sagu urday Abu Guriga Abu Bakr soo galay falam yajid huwa waayay fa ata nabiyya nabigi bu u yimi sallallahu alayhi wa sallam Umar fa sallama وسلام أبو بكر السلام عليك يا رسول الله اسمع فجعل وجه النبي يتمعر مرك النبي عمر أركي أو سلامي أي النبي وجهي بدل صلى الله عليه وجه عرله أي النبي عمر صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر ما شفني أي يا عمر بقي على النبي وجهي سكم وقتا ayuu sii dhaabu bakar ambu nabigu ana kula dhacaayo hadal adag ku yiraahdaayo umar fa ashfaqa abu bakar ba umar ubaqay fajatha ala rukbatayhi wa abu bakar labadi jilbo ayuu ku hoobtay wa umar maya umar ba labadi si jilbo dhulka ku riday fa qala wuxuu yiri ya rasuulallahi ana kuntu adlam أبو بكر بأورنا هيا رسول الله عمر ما أنا كقدرنا لقيسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم وإلهي حقين إلهي بأي صادري وحقين إيكين صادري ما الدونة من من مدونتي ما الدونة صلى الله عليه وسلم وحرس كدونتان وابد نبضونتان وعلى الرادي ما ومضح الشيء ومظهر استاذي والله وعلى الرادي ما إن الله بعثني إليكم إلى هيبة صادري إذن كويكين صادري فقلتم قريشي وحد إتراهذين كذبت بين آلات إتراهذين بيري وقال أبو بكر نوحيري صدقت ربات شاكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وواساني وإقرب استاقي بنفسه نفتيس وماله حوليس وارهوي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي وارهوي صحابة عبو عمر وارمئين نبت قلنا صاحبك وارهوي أبو بكر هيدي كان نبت قلو وار أبو بكر إدايا فهل أنتم تاركوا لي صاحبي قاسا يقول هرأي ميدني ديني فما أوذي أبو بكر بعدها قط ما أنت سأقول دم بيسي ها أبو بكر صحابي ساو أبدا والحديث صحيح رواه البخاري
أبو بكر يعمرنا واحد منكم أدونكم أي مرمن أدونكم أي مرمن وفدي بقى يمتي وفدي أي يمتي ومسلمين وفدي يبقى مسلمي مركاسا نبي صلى الله عليه وسلم مركا وفدي هو مسلم وفدي جمد كم ذا أيوم مسؤول وقبل يجيل صلاة نتوكي أنت سجل التوبر وسيد الله ويسجل الله برا صلاة هو القرآن كان لحفتيه أنت الهبل بقى إذا كان مسؤول تولد يكون نبغى كتير مادة وفدي مركين التوبر يا إسلامه أيو أبو بكر رسول الله هبل مسؤول وقديك هبل مسؤول كان نقوله عمرنا الحير ما يكاك دا هبل وديب سبب هبل هذا ما غشوا سبب ما قلنا ها ومسألة معمول دينكم قبسة فقهكم قبسة عقيدتكم قبسة حول الله إسكم هايستو مسألة معمول مانجمنت معمول هجان ليدرشيب وفدي جاي يمد هبل مسؤول هكذا نقوله يو هبل مسؤول هكذا نقوله أبو بكر بايري يا عمر ما تريد إلا مخالفتي أنا ما لايك هذا برد جاي بيوت أنا أكوه الرجل إنك كم قعابي ما ذي جهدت ما أردت يا عمر إلا مخالفتي أنا ما بدي صرنتها إيه هذا هذا رسول أصحاب الدعوة الإسلامية تك الدعوة الدين مساجد العامرة حركات كدعوة الإسلام كوضع بشر باته رواز لسان وانا حق السان وانا بحق الداعبة جرا هبل وحاصر بشر بينه النهاية بس عفنا مسوي المؤخرة وتقدرنا ها بعد سبينا إلا كلام مار من ما ينوم مساجد أي نجوبنا ما العامد دي بلا سوق مساجد كبار سوق مدرسة دي بلا سوق قبل حتى إمامة دا بلا سوق قبل هون بكير دور قرط ما يكنا حتى لفت دا بكير دور أنا قاعد يرجل هنا نجوبنا إن بدل بمشي تاجنيه ها ها كل ممكن بشر بين النهاية في النهاية لسنا ملائكة لسنا معصومين هذا صحابة رسول الله هبل وديب يا هبل وديب سكوه اسكو قبتي هل كاسي عرضو كرنالتي رسول الله لك واهيني ما لنتا صلى الله عليه ايوهيني أبا بكر اريد ايبير أبا بكر هل ايد ايبير صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر الهيثمي الشافعي ابن حجر الهيثمي شافعي محوشة كتاب كيثي الصواعق المحرقة سقو اهل البدعة كقما هي اكثر من 110 أحاديث في فضائل أبي بكر الصديق سأقول بقى كسوق على كتابك بقول يتبان حديث وصحاح يحسان أيو ابن الحجر الهيثمي كسو أروري فضل أيو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نصوصته إنه شيء جيسا خلاف ليسي صح إنه يحيط لليور أدو دقيستقو جوجليانو شيخ ذي النقم جوجل وذاتك وين دي وذاتك سيارو شيخ ذي النقط ها أو تهمك شبهاتك وهل كاسر كسر بحاء صحابة دي وحي بابين أبو بكر يا عمر وحي بابين آل البيت كي بابين رضي الله عنهم أجمعين آل البيت كحق محيطه لها وحي قرية ورقد النبي محمد قريش صلى الله عليه وسلم بي قريين على باب ماشي كقرنا ها ساسل وبابي أننا باب كيبان لعنينا أفر طبان قرنبا يقول لعنيا 14 قرن 1400 سنة أيها ولي الله باب دعي أيها نقرننا فرق بدعة أيها هل كاكد الله نصوص كقرن أحاديثين أبو بكر الصديق خلاف ذيس الصح إني حيت قال ابن الجوزي وقد انفرد رضي الله عنه أبو بكر وحكوك اللي يستي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد كلي أجوجي صلاة نواكي تقدم إيرتك ونص عليه نصا خفيا بإقامته مكانه في الصلاة وحلق قادنا إياه ونكشكين دورنا نبي محمد وبقاء صلاة دي تكين كروايو سوكي كروايو تضبط جير سوحي ونعا أياه وحيو أبو بكر هايدين تكيو تمام تا نبي وبخيي با لغا قادن هيا سدد بن ان النبي صلى الله عليه وسلم حلك جلاشي ابو بكر الصديق نبي لدوني صلى الله عليه وسلم احاديث الى دغيست عن جبير بن مطعم قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم روح دمر النبي اتمت فامرها ان ترجع اليه صلى الله عليه وسلم يسو نقب وي كايو نبي غبدي كيري waxay tiri araayta ka waran hadaan soo noqdoon ku waayo ka annaha taqulu almauta ka annaha taqulu almauta hadaynu saleeli weyno ama taadi ay xilligeedii timaado maxaan yeela qaal nabi wuxuu ku yiri islaanta
إن لم تجديني هدادي ويدد فإن فأتي أبا بكر أبا بكر أتقب النبي قص والحديث متفق عليه حديث كالبار تلمام يسد الدن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت قال لي نبي يقول لبيت عائشة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها في مرضه الذي مات فيه عذرك وكدنتي أما بكانك وكدنتي نبي يقول يا أباها يا ولالك نبي يقول يا عائشة أباها يا ولالك يقول حتى أكتب كتابا ورقد بان قرها ياهي أو إساقوا ما قرى ياهي نبي أمي بوهاي عد قرطان ورنا يا وح قرى فإني أخاف أن يتمنى متمنن وحان كبقى يا قداشي قف كستو قرطاقه قف كستو طمعدونه قف كستو سد قارة وحدونها يا قداشي إنو وحدون دونان كبقى ياهي إيقو ياهي ويقول قائل قائل إنو قداشي من يمادي لهذا أنا أولى أنا مضن رسول الله قداشي أنا مضن ويأبى الله ألا نواديني فعل مضارع يأبى والمؤمنون مؤمنون تنواديني إلا أبا بكر أبا بكر بوياني متفق عليه بعد يمسى ما عدا قداشي وحان كبقى يا قفر سنك تاقوي لهذا أنا له ونحلي وحشي الشيء قده ويأبى الله ألا واديني والمؤمنون مؤمنون تنواديين إلا أبا بكر أبا بكر إنه قاتان الراعان موياني حديث كصدحان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم نبي قواب بكوض فاشتد مرضه وأتكاضي حنون كده صلى الله عليه وسلم فقال أحيي المرء أبا بكر فليصلي أبو بكر واحد كتر هذا تدك توكي أنا مصوكي عكرية ومد توكي قالت عائشة وإذا عائشة الذكية الأبية ها أو مل فوق 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 وحكا أركسا تقن كوا مشكلة تقن ما دوتوا مشكلة ذي مكت فقدوا تقن هو هذا الكا وطبعاً ما المد خد الفهمه ما المشكلة وني هو طبعاً لم تيم حولها هذا مصيبة أبو بكر مر الله على مر كل نبي محمد رسول الله عليه وسلم عاش أبو بكر ذات كهدو كيو أي إسلام مركب عاش ترى الله نبي واجفة وأنا بكا هدو أبها تكيو oo aab odaygaaga nabi maxamed natiisi maanta noqoto ama dadku yiraahdaan oo baaseystaan oo yiraahdaan isaga tukiye tukintii uu tukiyay ayaa musiibadan banoo keentay faalun shuub shuub inay ka qaataan bikab ay ka baqday markaas aanu aabahay arrikaas ugu dhicin caashwa dagaalamaysay dhageystay ku amra aba bakar dadka inuu tukiyo قالت عائشة يا رسول الله رسول الله ها إن أبا بكر رجل أسيف وأبا بكر أبيه أباه ما أورن أبي أورن أباه وحي دورس إلى نحن حال سكبتو وأبا بكر ذكر الله إلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجل أسيف ومحي كثير البكاء إذا شرح حيث إذا قام مقامك مقام كاغي امام نمد هدو استاغو لم يستطع ان يصلي بالناس تذكر صلاه ودمستري كريم ما يو او صلاه اوغي كريم ما يو فقال وحير مو امر ابا بكر امر فليصلي بالناس تذكر هتكيو متفق عليه روايه كلمه وحي تري عاش انها قالت بك النبي يقول ابا بكر امر بي عاش رضي الله عنها أشهد الله أني أحبها رضي الله عنها فريد بها عشان واحد يتير نقزو حفصو أكفر نظر لك قلت حفصاي ها أرضو أباها تكية عمرو يربت أبها يتبين دينسا هل كائن وحقون أبو بكر كقصو الله يحضو مركاس يتير عفصي قولي له يا عمر 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 قل له فقالت له مكاسو النبي عاصع حفصة لي يا رسول الله عمر ما ويانا عمر مكاسو يقول فأبا وديدي حتى غضب إلا النبي عروضي وحلو يقول أنتمك سواء يوسف أياتينا مروا أبا بكر فليصلي بالناس ومي هرزا عشاهد نصيصة دحيسي يا رسول الله أبهي هدوتكيو رجل رقيق رقراق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء مركو قرآنك أخريبا
جوحة قمتي سكبة حيا يقوم القرآن كا قول رسالة مغلا القرآن لقى ما مغلو مركب حوت وكبة قف جوحة يو يا بحي أمره فليصلي بالناس حديث كفرة تكي ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه ابن عساكر والسند حسن لقيس لقد أمر وحو أمري النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس تدك إنه تكي أي نبي أمر أبا بكر واسمع بنيور لقيس وإني لشاهد ما مقنين مالنتا مرخاتبا نهابيو لأيو علي بن أبي طالب مرخاتبا مالنتا أها وما أنا بغائب وما بمرض ماشا كمان مقنين سفر كمان مقنين مبكين ومجيفين لقيسته لنيروي فرضينا لدنيانا ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أبي علي وحان رالي أغنى قنني إنه أبو بكر أدون كيانا سياسة ديسة هجاميو سيدو نبي أقول علي أبو بكر إنه دين تأيي صلاة الإمام نوغن نقضه على ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وركا صور عظمة كلام السلف وآل البيت وسلف الصالح في فضله صحابة محي كيلة هذين آل بيتكم محي كيلة هذين تبكي سوبرا محي كيلة هذين أبو بكر الصديق عيد بين الشيخين أحاديثي بين الشيخين خلافة ديسو قب إنا يهيد بين الشيخين قال عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلا له عمر باير أبو بكر وأضيق يجي أضيق يجي نواح حريي بلا وقال وحي عمر وددت وحن جعلان لها أن أكون إنا النغضو شعرة حبتين أه في صدر أبي بكر بقام يلا أبطى أبو بكر حبتين وكتا الله أي جعلان لها بيول إنا النغضو أي نغضو الله أخرجه مسدد بسند حسن وقال علي رضي الله عنه خير الناس بعد رسول الله رسول الله كذب وحدد وخير بذل أبو بكر وعمر لا يجتمع حب لغيست هذا اللي يرى يا شباب وحير علي لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن واركك أن دعونا إياه إنو إجعل يا هاي علي بن أبي طالب هدارا هايو إياكو أن دعونا يا إني أهل بيتك جعل يهينو لا أبتين كل مما يبير جعلك أهل بيتك علي يا إنا أبو بكر يا عمر نعذان لبداس كل مما يقلبي خير الناس أبا بكر وعمر وأخرج الدار قطني عن جعفر الصادق وآل بيتك جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر أن رجلا لغيست جاء إلى أبيه جعفر الصادق أبيه نبا أيمت زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب فقال وحيون لغيست أخبرني عن أبي بكر قال أبو بكر وحي قشيك فقال عن الصديق تقصد ما الصديق بعد وحي قوي ديسي ما كان سكية رايلي وتسميه الصديق يا زين العابدين محمد الباقر ما هذا أبو بكر صديق وياه يقولي فقال زين العابدين ثكلتك أمك هو ذاك ويلي قد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ولم ومن لم يسميه صديقا فلا صدق الله عز وجل قوله في الدنيا والآخرة زين العابدين بقى لقولك وصحابة بقى أوي رسول الله أي أوي أنا صديق مهاجرين تبا صديق نما أقرأ أنصار تبا صديق أقرأ قفك أنا أبو بكر صديق أقرم بيولي إلهي سبحانه وتعالى ويرديس إفي آخر مر ما يهد وأخرج ابن الجوزي بسند حسن عن زيد بن علي أنه قال لمن يتبرأ منهما عد الله لعدي كتب الرؤي أبو بكر يا عمر ومركو تشيع بلاد ميال اعلم والله أن البراءة من الشيخين كالبراءة من العالم من علي نصره من نبي العالم من أبي طالب أبو بكر يا عمر لن عبو أنا إمجع لبي العالم من أبي طالب رضي الله عنه
إن أبو بكر يا عمر نعضوا حتى أبو بكر يا عمر بريكة هاي أن بريبا كاهي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه خصائصه يتلمامه سي ودد جنين عن الشعبي قال خص الله تبارك وتعالى أبا بكر بأربع خصاء أفرت ما مضبوعان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كوها عدك لآني هلم صديق بأن لو بحي إذا نساق هين صديق لو مضبحي صاحب الغار بوها عدك للنبي وقدك لمجلي رفيقي سو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدك رفيق ما هين نبي قاكو أمر إمركو بكئن صلاة إن أوتكيو وأخرج الحاكم عن المسيب قال كان أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم مكان الوزير أبو بكر وحو النبي محمد أكتيس كأها سيدا وزيرك ومدح وينه أكتيس أكيها فكان النبي وحو سمين جري يشاوره وكلا تلقل جري في جميع أموره الركيس أو إذن وكان ثانيه في الإسلام كي لبعض الإسلام تصول قلقل أشيبوها وثانيه في الغار كي قدك كل ما يبوها وثانيه في العريش عريش كي لهي وكبر ما علمت بدر كي لا يبوها وثانيه في القبر قبر النبي حق مذيب كحيا ما انت صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه احدا نبي محمد نقف على قف ابو بكر الكهر مرجري مجيرو لح قضوب حليسي وسميي او تاريخ ذا قالي او دقدق اه جيش كي اسامه بن زيد حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودري قتال أهل الردة قلوا إنك دينك كجالوب دينك كبحه هبك قاتة إسلام كلدة قالمي والدة قالمي كوي زكاة ديني والدة قالمي كوي نبي نمد الشيخ والدة قالمي أف يو قال ذي رومانيين شنجب هذا كفر مي أبو بكر الصديق حليقيس وقت ما جيرو أدو الشيخين لكن تمام تدقف أميسا مكاسو عمر يمدو يولي أبو بكر رضي الله عنك وحنا نرد هاي نغفر وحنا نجبه ذوذي جبه ذو صكه إيوه منافقين إيوه كوى النبي لما شاكتين كوى الزكاة ديدي كوى الدين تكبحي إيوه قال لنا عسعسة ماذا حالك سوى تاقل ورشان تايسكو ما قادي كرنه رقا ينوك على الرئيب بيوري عمر بحاله بيه قاني الشدة أبو بكر بحاله بيه قاني الرقة والخوف والبكاء كلمة دي سيبو كوير بركع عمر أبو بكر فريد رضي الله عن الجميع محوكين وريع عمر وقول الجبار في الجاهلية خوار في الإسلام وريع يقول ورقال لماذا مركا هذا هيدنا فريد بعد هيد دين تمركا صوت بشأن مفولة بعد نقطة دين تين فولة نقدر يتمها دين تين الدقن كهذا يتمها هذا فريد وريعك هركع يوم مده قامنا يو تلنا يو أقول له ديخس يو هو كدع له ما كان الإمامة دي خميس كعدد هو قتيد وما حيار ونعسنا عساد نقتيد ما هقصر ده هنا اتقوا الله عباد الله ها أخ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه وربنا هيسامون دين لقب حمد شيء سايه ها أينقص الدين وأنا حي بيقول كلمة ده نقر مدينة النبي محمد أطول يلا بعثنا كسنة أكتيس كلا دجال ما يلا جوعي يا ما تانو قانون لنص قامل دجال بأكحية والله بعير رتي دبر لبحره وإذا كله بحجر هدي ما أنت أيديك دجال بأكحية ها أنت عصور ما جمع القرآن حلقي سنة قرآن كوأروري حلقي سنة عراق يا شام فتوحات كلا فريبة أول من أسلم أول من جمع القرآن بو النغضي قرآن كمصحف إساق أياه وبلحيه أول خليفة إساق أياه اللي وبلحيه قفك يقوه الرئيه وزارة مالية بيت المال المسلمين نيك يقوه الرئيه وزارة مالية مسلمين طوق أمك عابي أيوها قفك يقوه الرئيه عتيق اللي وبلحيه أيوها قيسي بوها عمر أبو بكر صديق رضي الله عنه وارضاه مركا دونك هجان لقى حد ليه هجان هجان leadership قائد مركا لقى حد ليه أقول الله كعبسي أفتهنمو كدع ديقسنمو تلمامها قودة إليه رحيم الكم أفيش صدران هاي حمدها أفيش عن عروة بن زبير عروة بن زبير قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن أشد ما صنع المشركون برسول الله عبد الله عروة بن زبير بأخير عبد الله بن عمرو بن العاص بأوحان ويدي مركب مكجوكتين قالوا وحي أوغو أتكايي النبي محمد أي كسميين وحي أوغو نبتبضنا ورئيغا شك
قال وحي يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رأيت عقبة بن أبي معيط قال كوين بارك جاء أي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي النبي يقول تكنا هيا فوضع رداءه في عنقه عقبة بن معيط هايستي أي قارت النبي كيقبت صلى الله عليه وسلم هكذا وأتى من خلفه قال بكريم ما قال النبي قارتيسة قصر نفت صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا نقص كل جيا كانت فقبتي أي كجيجي النبي صلى الله عليه وسلم قرشنا وقصقص ليس وقصقص لي الحبيب صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر أبو بكر بحال كاكسور دبير عبد الله بن عمرو بن العاص حتى دفعه عنه انتو ساوك القادم ساوك التوري لمبوها فريدة ساوك القادم لك كتري فقال كلمة دي سعانك هيدبيري أتقتلون الرجل أن يقول ربي الله ورياله ما انقاب يا السفهاء موحد دي لسان الإلهي كليجي ذي كيرا سبحانه وتعالى ما كان سيساق اسكو قتغين انت رواية انت هو رب بخاري مالا وصحيح رواية قال وحي إليه سيدة ابن الشام سيرة وولينا ايو مركب وكالة توري ايا وحي ماشي يالي او ايدل بقى ابو بكر كدومي لان نصيب كيسي مقاتب بركة ابو بكر رضي الله عنه مالدا وصوحان ماشو نعيسا وصوحان بالقاله هو يدي لوقي الكيما لقوا يربي بي لقوا شو شو يبر كل دهك على قاضي أيون ما فعل بمحمد ما فعل بمحمد رسول الله حال في سواتي ذي سلاطي بعتري هو محيور الله هو يو محيور هو محمد نقر ما ينادي هذا أبو الدرق بيش أكون بدبان صلى الله عليه وسلم ما فعل بمحمد وكلمة دي برار وقيسيبة ما فعل بمحمد بكبلا صلى الله عليه وسلم قيسيبوها قيسين ما دي سوا حكراتهم انت لم كانوا شاقنين أهل الدورن بولا دقالما كويزة كده ديدي بولا دقالما كلمة عمر وكي لنا وانيقين كو شاقين قيسين ما دي سمر كلاقي ما دوا حلقوا لرا أدو دقيسو لابا أرمو دو هقان كاللوغة باهاية هقان إمام هقان دعوة ديد شيخ وزير مدحوين أي هجان ومحي الورع والزهد حلال عم الدون كان كزاهد أخرج الطبراني في مسنده عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال حسن بن علي بن أبي طالب لما احتضر أبو بكر مركي أبو بكر غير هلا شيء سكرات الموت كجري قال وحجر يا عائشة إن أنت سيبو يا عائشة كالك لقيست وحجر وأمير المؤمنين عراق يا شام يا جزيرة أوتلين أي وحجر عائشة انظر اللقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبغ فيها والقطيفة التي كنا نلبسها صدح ذا أرمات صوقب كوم عجر انظر أتقبير اللقحة نافك أن عانها كل سجرني والجفنة والكي أن يحكون جرني صحن يبغى قرر صحن هذا صحن دائم كصحن جفن بعلينا والجفان صحن تواوين تجمع على جفان نافك أن عانها كل سنيني يو صحن يبغى يحكون جرني ساقب والقطيفة يو بستي أن هو جرني صدق ذا عشاي أتقبير فإنا كنا إنه وينك انتفاع سجرنا صدق ذا حين كنا نلي أمر المسلمين مركا المسلمين تحل كودة هايي أيا صدح ذا مسلمين تبيت المال كالاقا سوق هذا نافع هو عانا كلستو يو صحنا وحكرنا يو بستان هو ذو فإذا مت هدان من تعاشاي فردوديه إلى عمر إلى أبو بكر عمر بوصي مقعابي فردوديه صدح ذا يقعيني عمر وقي فلما مات سيدنا أبو بكر الصديق بركو قعي أرسلت به إلى عمر صدح ذي وكدر دار مي اللقحة والجفنة والقطيفة صدح ذي وعاشا وضبع عمر قيسي أبا يريق علي فقال عمر رحمك الله يا أبا بكر الله أكون حريست أبا بكر لقيسو لقد أتعبت من جاء بعدك سؤالك ما ترى هذا هو استاندر سمت استاندر سمت هذا استا سمت هذا جول بالد لي حوالا كان وماشى جول كان أبو بكر وتأتي المامتي قداش يا جارب هدي سحنة أتسوع لسي نافع عن اللي قال لي سنة أنا أتسوع لسي بستير الله هو أنا أتسوع لسي قداش يا جارب ومحي الزهد والورع يسوع ما أنت لما جعابي أروح تاجر بوها سقيسر هيا
aroortii intuu dhaqaaqay buu suuqa tagay cumar baa ka daba tagay maxaad qabanaysaa abubakar markaasuu yidhi ina lii awlaad waahli ya cumar caruur baan dhalay ubad baan leeyahay dumar baan qaba xil baa isaaran innii aqtaatu lahum suuqaan u galahayaayo waan u quudalbahayaayo waxay cunaan baan u raadinaya xalaalan mariya cumar baa gacanta ku dhawoo yidhi warkaale soo qabtay muslimiintii masaajidka nebiga isugu yeedhay cumar cumar fariid buu haddee waxaa fiican soomaali sooma tidhaahdaan hadal waxaa fiican afkaaga aan ku fiicnayn afka walaalkaa ku fiican sooma tidhaahdaan cumar baa gacanta qabtay waryaal ahayn buu ninkan xil baad u dhiibatay idinkaa meeshan keenay dee ubad iyo reerna waa leeyahay sida loo ganacsadana wuu yaqaanaa laba mid soo galay buu yidhi dee inuu ganacsado shaqadiisii uu qabsado ama xilkan aad u dhiibatay inuu idiin qabta dee xilka hanoo haya yidhaahdeen baytulmaal muslimiin wax ka siiyey buu yidhi hadda waxaa la siiyey maxay noqotay neef la dhisto maaha maaha subxaanak wallabiibu bilishaarati yafhamu maaha dam dam maaha neef yaro caano ka listo sixna yaro cuntada ku rito iyo waxaa la siin jiray bilmacruuf amru lmuslimiin khalaas intiina markuu dhintay buu yidhi hoo aabu caasha iga celi cumar bnu khaaab radi allahu canhu tilmaamaha lagu garto abubakar waxaa ka mid a tawaaducuhu hayin layin ah buu ah hayin layin ah tawaaduc waa maxay haysqaadqaadi ciiddaasaad ka samaysan tahay ciiddaana waa lagugu celin doonaa dadkaad ka mid tahay kun dhegayso أخرج ابن عساكر عن أبي صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب كان يتعهد عجوزا عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل وحاسي كبير تبجي رقي عمر بن الخطاب كان يتعهد عمر بن الخطاب عاد أولها أبو صالح الغفاري إسلام قبوذي oo magaalada qarkeeda shisa degan ayuu oo indhala ayuu cumar waxu geengeen jiray intuu agmaro waxooga waxay iska dhaqaaqi jiray fayasqiya lahaa hadday doonayso in biyo loo waraabiyo waa usoo waraabin jiray wayaquumu amrihaa waxay u baahan tahayna waa u qaban jiray fa kaana idaa jaa'ahaa hadduu u yimaado wajada hayrahu cumar wuxuu arkaa qof uga soo horreeyo intiiba u qabtay فأصلح ما أرادت وحلا له وحي دونت إسلام تبغى الله يلا ركاسي ور ماشى عدة المعلومة بكوس ودستة أنت يا كاهر قالت هواء أيوب بن عمر رضي الله عنه ورنجيز رجى رجاها رضي الله عنهم أجمعين فرصده عمر بفيس بوك قال مالك إسلام تبي تقول دونت ميرب إسلام تاكل وإيمان هيا فإذا هو أبو بكر وابس أبو بكر رضي الله عنها يأتيها islaantii buu imanaya wahuwa yowmaidin khaliifatun maalintaa uu sido oo islaanta u waraabinaya waa khaliifatu lmuslimiin faqaala cumaru anta huwa lacamrii igawa la cidaan ada hayn arrinkan ma samayso buu yidhi atawaada ada islaamahaasi ay fari jiray aadan bay sarkeen intuu qabtay buu cumar waqtiguna waa ina haya salaadana waa joogaane ka sheekaynta waxaan hawshana dhammaan ma hayse eh maalin bay isla lugaynahaya cumar abubakarna uu yahay khaliifadii ayuu abubakar yidhi islaan uu nebigu u tegi jiray sala alla slam uu soo ziyaaran jiray haynu heblaaye u tagnayna keena umu ayman xadiiska bukhaari baa ku jira markaasay israaceen mar allaale markay islaantii aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda oonu nebi maxamed la socon marka sala allahu caleyh ayaa ilin sii day islaanta abubakar waa iska ooye cumar saddexdii baa isku ag ooyeen baasu abubakari eeyaahay maxaad la ooyi ma nebigii baa tabaysaa sala allahu calayhi wasalam miyaanad ogeyn ilaah raxmaan oo raxiima inuu nebigii u tegey oo meel uu nooga naxariis badan ilaahay inuu nebigii geeyey miyaanad ogeyn maxaad la ooyeysaa de hadda markaasay ku tiri may waan ogahay nebigu inuu meel wacan ilaahay inuu dhigtay uma ooyo isaga ee waxaanu ooyayaabay tidhi waad wada socon jirteenoo saddexdiinani weligay ma arag idinka oo kale maqan bay tii maantana isagii baan tabahayaa kadaalika waxaanu oogayaa bay tidhi waxyigii samada inooga soo dhaadhacayay oo istaagay waxyi dambe ma jiro inaguna way nagaa qur-aanka guryaheenna ha ku haynaa culuwu himmatihi waan kugu soo sheegay infaaqu fii sabiilihi waan kugu soo sheegay thaaniya ithnayni fi lgaari id huma waan kugu soo sheegay abu bakr sidiiq radia allahu canhu waardaa tilmaamaha intaa leeg ayuu maxay tolay ayuu ahaa
قال ابن القيم رحمه الله كلمة يقول دمسا ابن القيم بان كسوق هذا أو بكر كشاكين أيها أديب لغوي حبيب محب لسنة فقيه روحاني ربان ابن القيم رحمه الله لقي اسم حجر والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا ولكن أخذنا بقول علي وكفانا رضيك رسول الله لدنيانا أفلا نرضاك لدنيانا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. أنكو ختمينا والله ما كنا أرتبير ابن القيم ما أحببناه لهوانا كالقعيلك يجعلك أبو بكر جعلنا هاي هونا قجر تم أهبوه ولا نعتقد في غيره هوانا غير كي حتى وصحابة كم لنا عقيدة أن كقبنا إن صحابة جب يقول وذا عدول أيهين هو قارو نقجر تمله ولكن أخذنا وحانو دين كتنقني بقول علي وكفانا علي بن أبي طالب حين غسو قاري يكال قعينك أبو بكر يا عمر وهي يبان نضيقي أو أها رضيك رسول الله لديننا صوتها مؤرني رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. حلقة كل حتى وحين غضوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.